لكن الأمل الجميل بيقول إيه؟ بيقول إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية لكي لا نعود نستعبد أيضا للخطية. في ثلاث حاجات هنا لازم نعرفهم. أول حاجة إنساننا العتيق، الثانية جسد الخطية، الثالثة الخطية. الخطية إيه شغلتها؟ الخطية دي قوة عالية جدا، هي السيد، هي اللي بتقود الشخص اللي بعيد عن ربنا وتقوده لعمل الخطية. تنبه مين؟ تنبه الإنسان العتيق، تقول له إن أنا ببعت لك قوة علشان خاطر تخلي الجسد، جسد الخطية، الجسد بتاعنا ده يعمل الخطية الفلانية، صح اللي مات يعني، تأمره تقول له نفذ. عشان كده الإنسان العتيق ده كان يخضع للخطية، يخلي الجسم أو الجسد يقوم بالخطية. طب. الخطية قوة، قوة كبيرة جدا، ويخضع لها العالم كله. لكن المسيح عمل حاجة جميلة جدا، لما حب يضرب التلاتة دول، الخطية ولا جسم الخطية ولا يضرب الإنسان العتيق، أول حاجة المسيح قال لا، إحنا نبدأ بمين؟ لو إحنا بدأنا بالخطية، الخطية قوة عظيمة جدا، طب نبدأ بمين؟ نبدأ بالإنسان العتيق، أنا هاخده معايا على الصليب، هيتصلب معايا. عشان كده معنا بولس الرسول يقول إيه؟ يقول مع المسيح صلبت. مفيش، وبعد كده صلبت دي جاية بإيه؟ جاية بفعل إيه؟ ماضي. الذين صلبوا الأهواء والشهوات، تمام؟ دايماً نيجي بفعل إيه؟ ماضي. لكن ما يقولش إن أنا إيه؟ لسه هتصلب مع المسيح، لا، المسيح اتصلب مرة واحدة. فأول حاجة سيد المسيح ضرب الإنسان العتيق دوت، خده على الصليب واتصلب بيه، فإحنا خدنا النصرة بصليب السيد المسيح. تاني حاجة ضرب الخطية، الخطية دي عاملة إيه؟ قوة كبيرة جدا، عاملة زي القنبلة. فالمسيح غلب الخطية، خلى الخطية دي، شال الفتيل بتاعها، بقت الخطية دي إيه؟ قنبلة بس مش هتضرب. لكن الناس عندهم دايما حتة الخوف. الفرق ما بين إنسان يعيش في الخطية، وفي فرق بين إنسان عايش، إن هو آسف، إن هو بيشوف الخطية. إنسان عايش في الخطية زي الإبن الضال، زي ما قال عنه سيد المسيح، قال ابني هذا كان ميت، كان ميت بدون النعمة، كان ميت بدوني، لكن لما رجع، ده لما رجع خد النعمة، لما رجع خد التبرير، وده مهم جدا.